اختبار في الثقافة العامة محوره هذه المرة جهاز كمبيوتر طورته شركة IBM. الجهاز واتسون كان طرفا مشاركا في أحد البرامج التلفزيونية الأمريكية ضمن مسابقة امتدت على مدى 3 أيام. في المقابل كان المتباري كين جينينجز يبدو كالآلة بعد أن حقق رقما قياسيا من الأجوبة الصحيحة. ويمكن استعمال واتسون في مجالات الأعمال والطب. لماذا هذا العمل؟ لأنه عمل صعب ويثير التحدي، ولأنه إذا نجحت في هذا المجال باختراع تكنولوجيا كهذه يمكنك مساعدة الناس على التمعن فيها لفهم كل أنواع المعرفة المرتبطة بها. لهذا الجهاز ذاكرة هائلة تقدر ب 15 تريليون بايت، لكن لديه صعوبة في الفهم. جمل إنجليزية بسيطة كتلك التي يستعملها طفل سيفهمها، لكن الأجوبة المخطئة ستكون مضحكة. وكانت شركة IBM شرعت في تطوير واتسون منذ عام 2005، وكان التحدي بالنسبة لهذه الشركة أن تطور جهازا أكثر تعقيدا من ديب بلو الذي استطاع أن يهزم بطل العالم للشطرنج غاري كاسباروف.